تتكون او تتميز بمجموعه من الخصائص فيهم ثلاثه بس اللي علقنا عليهم. اول واحده كان اسمها الويب لينث، ساعتها عرفنا نقول الويب لينث لانه distance between two successive peaks أو two successive قطر. وبعد كده كان عندنا تعريف تاني يا أحمد اسمه frequency. ما هو frequency of sound؟ cycle كم سايكل يعني؟ number of cycles per second. قلنا إن هو دوت اللي بيفصل الأصوات من بعضها أصوات معلش ممكن توطي الموبايل قدام؟ وقت حين بتبقى low pitch. وبعد كده فاتوا اتكلمنا عن الانتنسيتي اوف ساوند، قلنا الانتنسيتي اوف ساوند هي شده او قوه ارتفاع الصوت، ودي بنعبر عنها بوحده اسمها الديسبل. طبيعي يا فاتوا ان الانسان ممكن يسمع عند كام؟ عند الزيرو ديسبل، لان اللي بيحكم عدد الديسبلز هي معادله بتقول 20 في لوج البريشر اوف ساوند على البريشر اوف ساوند البريشر. وبعدين بعد كده كنا بدأنا نتكلم عن الاكسترنال اير والانترنال اير، وده كان كلام سهل لغايه ما وصلنا امبارح للانترنال اير. حد ذاكر الانترنال اير؟ مين ما ذاكرش الانترنال اير؟ اللي ذاكر اللي ما ذاكرش اللي ذاكر الانترنال اير ده صعبه؟ لا لا بس في حاجات لسه فرقت بسرعه ايه؟ لسه فرقت حاجه هي الحصه مش بطولها قوي الحصه بتتسال عندنا كلها كويس الحمد لله. فاذا بما ان انت يا ادم شايف ان الانترنال اير كانت سهله يبقى تقول لي ان الاورجن اوف كولتي موجود نايم على ممبرين اسمه بازل ممبرين. البازل ممبرين دوت واحد من تو ممبرينز اسمين الانبوبه اللي اسمها اسمها ايه؟ الكوكليا. اسمينها الى كام سكالا؟ ثلاثة. اللي فوق سكالا فيستيبيولاي، واللي تحت خالص سكالا تمباناي، واللي في النص سكالا ميديا. والاورجن اوف كولتي نايم على انه ممبرين تاني البازل الممبرين. الاورجن اوف كولتي دوت يا احمد طلع من الاخر كده عبارة عن مجموعة من الهيل سيلز، ثلاثة لوحدهم بره اوتر وواحدة جوه انر، ودول كلهم اتسموا هيل سيلز. ليه يا جينا؟ علشان طالع منهم ستيريو سيليا، طالع منهم ايه؟ والستيريو سيليا ديت يا هاجر رقم واحد امبيدد في ايه؟ امبيدد في حاجه اسمها ريتيكولا لامينا والاوريو مش عارف ايه واللودز اوف كولتي اللي يهمني الممبرين. الممبرين اسمه ايه؟ التكتوريال ممبرين. فكان الميكانيزم اللي احنا بنسمع بيه حازم بيتلخص في اربع جمل. اول جمله اول جمله يا احمد propagation of sound stimulus. تاني جملة مفيش مجال انفصال في الكلام ده. movement of the organ of quality. movement of the organ of quality بتؤدي إلى يؤدي إلى receptor potential، والreceptor potential يؤدي إلى release of transmitter. وقلنا امبارح يا نورهان ان لو الاورجن اوف كولت اتحرك لفوق فبتبدا الاستيريو سيليا تعمل بنتنج اواي. دوت بيعمل ايه؟ بيفتح الاوبن، بيعمل اوبننج للبوتاسيوم شانلز فيبدا البوتاسيوم يخش فيعمل دي بولاريزيشن. على عكس لو الاورجن اوف كولت نازل تحت فدوت بيخلي الاستيريو سيليا تبنت طول فيقفل خالص البوتاسيوم شانلز. وكان من ضمن الحاجات المهمه اللي انا علقت عليها امبارح يا ريم الاندوكوكليال بوتنشال. ما هو الاندوكوكليال بوتنشال؟ ايوه يا عبد الرحمن ايه؟ هو الريسبتور بوتنشال كده ما شاء الله. ايوه يا احمد يا كمال الاندو الاكسو الاندو الاكسو فيري هو الاندوكوكليال بوتنشال يا الاندو كوكليال بوتنشال هو ايه؟ بوتنشال ديفرنس بين ذا اندولمف اند قلت كده بيبقى تقريبا قد ايه يا نوره؟ بيبقى كام؟ بوزيتيف 80. مين اللي بوزيتيف؟ 80. مين اللي بوزيتيف يا ايه؟ مين؟ الاندولمف. اشمعنى؟ عشان بيحصل دايما بامبنج للبوتاسيوم جوه الاندولمف. مين اللي هيعمل البوتاسيوم بامبنج؟ مين اللي بيعمل البوتاسيوم بامبنج؟ الاسترايا فاسكولار.
قول دكتور في كونكشن بين ال انا مش هتكلم اسمع تمام طبعا لان احنا قلنا وانا بقسم لك امبارح الهيلسلز عدتها لك من البازل الممبرين فاصبح البيز موجود فين في البي لنف بينما بقيه الخليه بالايبكس بتاعها فين في الاندو لنف يبقى انت لو قست ريستنج ممبرين بوتنشال بتاع البيز هتلاقيه تقريبا سالب 70 تمام انما لو قست الريستنج ممبرين بوتنشال بقى بتاع الايبكس هتلاقيه سالب 150 يعني ايه ازاي ايوه معلش بقى الانر بالنسبه للاوضه دي كده يا استاذ البازل من بعدين هي جواها اسلام كلها نيجاتيف بالنسبه لبره الفرق ما بين جوه وبره قد ايه 70 ملي فولت لصالح جوه يبقى كام ده سالب 70 ما بين مين ومين؟ بين جوه وبره تمام؟ طيب هنا كده الفرق دوت سالب 70 طب احنا في الاندو كوكلر بوتنشال بنقول ان انت عمال تحط بوتاسيوم اضافي بره فبره ده بالنسبه لده موجب 80 تمام؟ يبقى انت لما يبقى جوه هنا بالنسبه لده سالب 70 يعني بره الفرق ما بين الشحنات اللي جوه النيجاتيف والبوست اللي بره عامل كده. طب انا بقول لك ان بقى في الجزء الثاني بتاع الاندو لينف احنا حاطين كمان بوستيف كتير فكان الفرق بقى عامل كده. تمام؟ يعني البيز الفرق ما بينه وبين بره سالب 70 ملي فولت بس. انما بره انت في البيري لينف هنا كمان بتحط بوتاسيوم موب فيصبح الفرق ما بين جوه وبره مش بس سالب 70 ده سالب 70 زائد كمان 80 اللي هم الفرق ما بين السائلين. ايه؟ انت بالنسبه للخليه هي بتحافظ مين على الشحنات النيجاتيف بتاعتها اللي جوه تمام؟ ان هي بتحقق دوت من خلال البوتاسيوم فالنيجاتيفيتي دي ما اتغيرتش يعني هنا النيجاتيفيتي زي دي اثنين جوه نفس عدد الشحنات النيجاتيف اللي بيفرق مين؟ اللي بيفرق هو عدد الشحنات الموجبه اللي بره بالظبط كده ايوه انا ما قلتش كده احنا بنقول ان البيز بتاع الهيلسل عامل بوتنشال ديفرنس مع البيري لينف مقداره سالب 70 سالب 70 تمام بينما الايبكس عامل مع الاندو لينف اللي براه عامل ممبرين بوتنشال مقداره سالب 150 تمام ايوه طبعا كده كده انت جوه النيجاتيف ثابت الفرق ان انت تحت بره بوزيتيف شويه لكن فوق بره بوزيتيف قوي تمام ففرق النيجاتيفيتي من تحت بالنسبه للبوزيتيف اللي بره سالب 70 بس طب فرق النيجاتيفيتي بقى بالنسبه للبوزيتيف الكتير فوق لا كتير بقى سالب 150 تمام ده قيمته ايه بالنسبه لك؟ ده قيمته ان كل ما الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع السيل اتريست مفيش حاجه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال اتريست ما هو ريستنج ممبرين بوتنشال باي ديفينيشن از اتريست كل ما الريستنج ممبرين بوتنشال يزيد كل ما ده معناه ان الاكسايتابيلتي اعلى الدليل يا هاجر ان اول كلام اتقلب في سنه اولى في النيرف كنا بنقول ان الاعصاب الكبيره الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعها كام؟ سالب 90 انما الاعصاب المتوسطه اللي انتوا ذاكرتوا عليها في عين شمس كانت سالب 70 دي اعصاب متوسطه الاعصاب الكبيره والسكيلتال ماسل بتبقى كام؟ سالب 90 تمام؟ فدول الاكسايتابيلتي بتاعتهم اعلى
يبقى كمان الهيد سيلز في الايبكس بتاعها السنسيتيفيتي بتاعتها اعلى واعلى كمان. لا بالعكس يعني كده ابعد بس انت كل ما بتبقى الريسنج ممبرين بتنشط نفسه بعيد قوي لما تجيلك الثريشولد ستيمولس ده بيخليها كانها متحفزه. يعني انا بقى مش عايز اخش في الحته دي عشان مش هنعرف نطلع منها. انا هسيب لك المربع الاحمر ده قال لك فاستلتس. احنا اتفقنا امبارح ان الكوكه نفسها عباره عن ايه؟ انبوب. الانبوبه ديت الطرف دوت هو اللي ماسك في الميدل ايد نلفينه اه بس الطرف دوت هو مين؟ ده بقى الايبكس ده اخر حته في الانبوب وهنتكلم عنه بعد شويه. انا عارف ان في ناس وهي بتذاكر امبارح قالت كلام غريب عن البازل والممبرين. انا عارف اني ما قلتوش وهقوله بقى النهارده. بس قبل ما اوصل للسؤال المهم اللي بيجي بقى كتير جدا جدا في الامتحانات يعني بص بقى اللي هو ايه الهيدنج من الاخر يعني يا اما ميكانيزمه فين يا اما الحته بتاعه الكودنج. لكن قبل ما اوصل لده خليني نفكس اللي كده ايه ما بتذاكروش لا طبعا. بص يا جماعه انت صنف نفسك تمام كل واحد هو قاعد يصنف نفسه. والله انا باجي الكليه ديت واحده الكورس دوت علشان التارجت بتاعي اني اجيب امتياز تمام. فوالله الناس ديت بتعمل ايه من اول بسم الله الرحمن الرحيم لحد صدق الله العظيم كله بالنسبه له نفس الاهميه بس هو بيدرب نفسه انه يكتب الاسئله ديت كتير شويه. ده الفرق الوحيد بالنسبه له لما باستثناء كده كل الكلام زي بعضه. حتى الارقام يعني الناس اللي بتترتب على الدفعه دي حتى الارقام اللي احنا بنقوله دي ما بتجيش هو بيلاحظ كده واحد مصر راجل بص مقفل الدنيا اللي هو الدكتور مهما تعمل في الامتحان هيجاوب. في واحد تاني والله بص انا بالنسبه لي عايز اجيب جيد جدا مرتفع عايز اجيب امتياز حاجه في الاول كده والله دوت تذاكر اسئله ريتنج كويس قوي ويقرا الباقي ايه مذاكره ام سي كيو. طب واحد بقى يا دوبك كان عايز انجح بقى بص انا بالنسبه لي ولا فارق معايا الكلام ده فانا في الميدل اير ان شاء الله بالصلاه على النبي كده هقرا الامبيدنس ماتشنج واخد الفانكشنز كده بتاعت التنسو اللي هي الاكوستيك ريفلكس اخد السطرين دول وذاكر الحته بتاعت الاوجر اوف كود دي كويس قوي وذاكر الكودنج رضا بقى رضا كل قوي كده. في الفيجن بقى هي بالصلاه على النبي الايرس مع الاكوموديشن مع الحته بتاعت الريتنا وكده اوستيك تمام قوي. انت عايز تبقى مين؟ ده مش انا اللي هحدده انت اللي بتحدده. نعم؟ فاصل ونكمل. انا عايز احكي لك النهارده على الاوديتوري باثوي قبل ما اكمل وده برضه من الحاجات على فكره المهمه لكنه ما بيجيش سؤال لوت الاول. خليني افكرك يا سميره بان الاورجن اوف كوالتي ده ما هو الا ما هو الا ايه؟ ما هو الا السيلز ما هو الا ايه؟ في النهايه الهيد سيلز ديت لما هتبدا تشغل الكيميكال ترانسميتر هتعمل اكشن بوتنشال في مين يا عم اسلام؟ في العصب السمعي اللي انت عارفه من النيورو اناتومي تحت اسم الكوكليار نيرف. فهتيجي نورهان تقول على فكره دكتور ده اسمه فيستيبيولو كوكليار. اقول لها اه ما هي الكوكليا نص الليفل في نص تاني هتاخده في الترم التاني ان شاء الله اسمه الفيستيبيول. ده بتاع الاتزان بيبعت عصب وده بتاع الهيرنج بيبعت عصب والاثنين يمشوا مع بعض فيبقى اسم العصب ايه؟ فيستيبيولو كوكليار. اذا الفيرست اولدر نيورون بادئ منين يا هاجر؟ تقول لي يا دكتور الفيرست اولدر نيورون بالتاكيد بادئ من الريسبتورز بتاعتي وكالعاده لازم يبقى متعلق في جانج نيورون. انا عايز اسال سؤال عشان حاسس ان بعض الناس ممكن لغايه النهارده ما تبقاش فاهمه يعني ايه العصب متعلق في جانج نيورون. يعني ايه العصب متعلق في جانج نيورون؟ دي روت يعني ايه متعلق؟ فيرست اوردر نيورون. اه بالظبط كده. يعني يا دكتور ده اصلا يعتبر بلوسس وده يعتبر بلوسس. فاكر الخلايا العصبيه ما كنا بنرسمها لك كده ده اكسون ودي دندرايتس كل دي بلوسس اصلا. فده بلوسس واللي ماشي كده ده بلوسس. السومه فين بقى؟ السومه هي اللي في الجنجل. عشان كده النوع دوت من الخلايا عندك في الهيستولوجي اسمه ايه؟ سودو يونيبولر. اسمه ايه؟ سودو يونيبولر. لانه يبدو ان الخليه العصبيه طالع منها بلوسس واحد انما هو في الحقيقه اتنين بيبقوا بايفولكيتد.
يعني بيتحموا بس قبل ما يخشوا الى السور. فانا من ساعه ما بدانا السنسوري وانا عمال اقول لك الفيرست اوردر نيورون متعلق فيه دوسا لود جانجليون. دلوقتي بقول لك ان الهيدنج متعلق فيه اللي هي السبايرال جانجليون اللي هقول لك عليها حالا. تمام؟ يبقى يعني ايه متعلق؟ انا اقصد ان اجسام الخلايا بتاعه العصب الاول مكانها فين يا رهان؟ مكانها في الجانجليون دي. مكانها فين؟ وانا ايه جانجليون يا سالم؟ يعني ايه جانجليون؟ كولكشن اوف نيورونز اوتسايد ذا سينس. فعلا يا احمد دول واضح ان هم مجموعه من الخلايا العصبيه، وواضح ان انا بره السي ان اس، عشان كده دول اسمهم ايه؟ جانجليون. يبقى العصب الاول بتاعك متعلق فين؟ متعلق في جانجليون اسمها سبايرال جانجليون. اسمها ايه؟ سبايرال جانجليون. وبعدين كالعاده حضرتك عارف ان السبايرال جانجليون ده العصب الاول لازم لما يخش السي ان اس يدي عصب تاني، فهو هيدي مجموعه من نيوكلياي في المظله. النيوكلياي ديت اسمها الكوكليار نيوكلياي. اسمها ايه؟ كوكليار. طبعا انا بكلم حيتان نيورو اناتومي مش سمك صغير يعني، وطبعا مدرك قد ايه انت فظيع ومرعب. اسمع علينا، كوكليار نيوكلياي هيبدا منها عصب. العصب دوت يبقى اسمه ايه يا شادو؟ شادو. يبقى اسمه ايه العصب ده؟ اسمه السكند اوردر نيورون. اسمه ايه؟ السكند اوردر نيورون. العصب الثاني بقى اللي هو السكند اوردر نيورون دوت هيبدا يروح فين؟ هيبدا يروح لنقطه في الثالاموس اسمها الميديال جينيكيوليت بودي. اسمها ايه؟ ميديال جينيكيوليت بودي. الكلمه دي بتفكرك بحاجه لاترال جينيكيوليت بودي. فكرني باللاترال جينيكيوليت بودي. بس اللاترال جينيكيوليت بودي ده كان المكان بتاع الريلي بتاع الفيجن. حد لاحظ حاجة؟ هناك واحنا بنشرح السنسو دي كان لازم العصب التاني ينتهي فين؟ في الثالاموس. واحنا بنشرح الفيجن سوري واحنا بنشرح السنسو دي كان لازم العصب التاني ينتهي فين؟ في الثالاموس. واحنا بنشرح الفيجن قلنا لازم نقف في اللاترال جينيكريت بودي اللي هو فين؟ في الثالاموس. ودلوقتي وانا بشرح الهيدنج بقول لكم ان العصب لازم يقف فين؟ في الثالاموس. اذا كل السنسيشنز لازم تقف في الثالاموس ما عدا تمام. يبقى من خلال بقى البوت اللي احنا واقفين عليه احنا بنخلص كل السنسيشنز. يعتبر حضرتك ادركت ان اي سنسيشن في جسمي عشان يوصل للكورتكس لازم يقف الاول يعمل ريلي فين؟ تقولوا لي الثالاموس. مين الاكسبشن الوحيد للموضوع ده؟ كويس. اذا انت وصلت للميديال جينيكيوليت بودي وخلاص انت عارف يا سالم انا الميديال جينيكيوليت بودي ده مكتب عند مدير مكتب الكورتكس، فيبقى انت متوقع ان انا بعد كده هخش على مين؟ هخش على الكورتكس نفسها، والكورتكس نصين برايمري وسكندري. بص عامل بس حاجه كده عشان ايه قيمه عشان اوسع على نفسي. لكن الحقيقه ان انا احمد يا جمال وانا رايح الميديال جينيكيوليت بودي ببعت كولاترز. ببعت ايه؟ كولاترز. الكولاترز دول بيعدوا على مين؟ بيعدوا على مجموعه من الاماكن في البرين. عندنا مكان اسمه الترابيزويد بودي، وعندنا مكان اسمه الانفيريور كوليكولس، وعندنا نيوكليوس بتاعت اللاترال لمينيسكس، وعندنا كمان السوبيريور اوليف. ودي تهمنا مين الاربع اماكن دول؟ دي اماكن انا وانا رايح للميديال جينيكيوليت بودي ببعتهم. انا سؤالي ليك يا صالح، الاماكن دي في البطن ولا في عضلاتي ولا جوه الدم ولا جزء من البرين؟ جزء من البرين. إذا النيوكلياي اللي أنا رايح لها أصلاً دي جزء من البرين. الكلام ده مهم. يا نورة الباث واي تاني بدايته سهلة أوي. بدايته ريسبتور اللي اسمه الريسبتور اسمه الاعصاب اللي هتطلع بعد كده متعلقه في جانجليون اسمها وبعدين تنتهي في نيوكليار اسمها يبدا السكند اوردر نيورون وهو رايح لمين؟
الميديا جينيكيريت بودي بيعدي يبعت خلايا سيلز على اماكن اللي هي مين؟ تاني الاماكن اللي انا بقف فيها واحد ترابيزويد واحد اثنين اثنين ثلاثة لاتس المينيسكس طبعا نيوكليوس اوف لاتس المينيسكس اربعة سوبيريور اوليف اربعة يبقى الاماكن اللي انت وانت رايح الميديا جينيكريت بودي بتعدي عليها هما مين؟ بحاول اقول ماسك نفسي بالعافية الاماكن اللي السكند نيورون بيبعت لها كلات سيلز هم ايه؟ ترابيزويد ومكان مهم قوي يا صالح اسمه الريتيكولار انفلاميشن. الريتيكولار انفلاميشن ده ان شاء الله هتبقي تفهميه اكتر في الترم الثاني، ولكنها منطقة في البرين ستيم بتبعت اشارات للاثنين للكورتكس وبتبعت اشارات للجسم. علشان كده انت لو قاعد في مكان وحد دخل قال لك بخ مرة واحدة، مش عارف انت ليه دايما مش المكان ده بس المشكلة لا 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 مش كفليكس يا احمد تمام فانت من ضمن الحاجات اللي بتحصل عندك احيانا انك تعمل كده. ايه السبب؟ ان جزء من الفايبرز بيخش على الريتيكولار فورميشن، والريتيكولار فورميشنز بتبعت تنبه الكورتكس وكمان بتبعت اشارات للجسم، فالجسم ممكن يعمل حركه لا اراديه، مش لا اراديه، حركه تلقائيه بمعنى تبعت اشارات لفوق صحيح، وليها كمان ديسندنج فانكشن. ما تتوهش مني، انا بشرح دلوقتي حاجه في الهيرنج اسمها ايه؟ الباث واي اوف هيرنج. والباث واي اوف هيرنج دوت بدا من الريسبتور اللي هو انا حاولت والله حاولت يعني انا من حياتي ايمن بحاول يعني لما انت مش عايز طب مصمم تقف اعمل ايه؟ افوت لك طلب؟ يلا عبد الرحمن وانت رايح للميديا جينيكريت بودي بتاع بعت الكلات انا بص صحيح بص صحيح بص صحيح باث واي اوف هيرنج بص صحيح باث واي اوف هيرنج وكالعاده الباث واي اوف هيرنج كم عصب؟ ثلاثة. العصب الاولاني ده كالعاده بيبدا فين؟ بيبدا في الريسبتور اللي هو مين؟ متعلق في جنجل اسمها بينتهي في البرين ستيم في النيوكلياي اسمها من الكوكليا النيوكلياي يبدا السكند نيورون يروح للثالاموس. فين الثالاموس؟ وبعدين واحنا رايحين بنبعت كولاترالز الاماكن زي مين؟ ومكان ثاني اسمه وبعدين العصب الثالث كالعاده بيبدا من الثالاموس منين؟ يروح للاوديتوري كورتكس. كل الناس تقعد مع عدد ثلاثة الوقت دكتور هو ال كلهم بيدوا بعض يا بقى، بس هو بيبدا ياخد كلات سواء من العصب الثاني نفسه من الكوكليا النيوكلياي وبياخد حتى من الرابع عمال من الكوكليا النيوكلياي ده ملوش اسم؟ ايه؟ ملوش اسم؟ لا ملوش اسم. ليه اسم؟ حد فاكر حاجه اسمها الاوبتيك راديشن؟ دول بقى دول بقى اسمهم الاوديتوري راديشن. اسمهم ايه؟ كويس. يبقى خد بالك الاوديتوري راديشن يا ادهم هو حزمة الأعصاب اللي طالعة منين لفين؟ من الميديا جينيكيريت بودي إلى مين؟ إلى الكورتكس. ده بيفكرك بحاجة يا محمد. أنا لو مكانك هيفكرني بالأوبتيك راديشن. الأوبتيك راديشن دوت اللي كان بيطلع منين؟ من اللاتر جينيكيريت بودي يروح لفين؟ للكورتكس. بس كان بينتهي حوالين فيشر اسمه كالكارين فيشر، فكان اسم الفايبرز إيه؟ جينيكيريو كالكارين فيشر. تمام؟ بس اذا تقريبا الناس اللي عندها ضمير هتبدا تحس ان الباث ويز متشابهه قوي.
كل البفويز تقريبا ثلاث اعصاب. وكنت متعود اقول لك العصب الاولاني لازم يبدا من الريسبتور يبقى متعلق في جانجليون، العصب الثاني لازم يعمل كروسنج، العصب الثاني لازم يعمل كروسنج، والعصب الثالث من الثالاموس الى الكورتكس. الفيجن ما كانش فيه كروسنج في العصب الثاني، كان الكروسنج قدام في الاوبتيك كازم. والمفاجاه بقى ان الهيرنج فيه كروسنج وما فيهوش كروسنج. يعني ايه؟ ركز قوي، الاعصاب اللي طالعه من الكوكليار نيرف طول ما هي ماشيه يا ايه بتبعت كولاترالز في ناحيتها والناحيه الثانيه، ولما يوصلوا عند الميديال جينيكريت بودي بيعدي بجزء منهم الناحيه الثانيه. يعني ايمن الاشارات السمعيه اللي واصله الودن اليمين هتنتهي في الاوديتوري كورتكس اليمين ولا الشمال؟ في الاثنين. سمعتين يعني انت عشان جيت هنا تقعد تاني. النقطة دي مهمة جدا في الهيرنج، هي دي النقطة اصلا المحورية في البطوي، ان انا اشارات السمع ما بتنتهيش على كورتكس واحدة زي تقريبا كل السنسيشنز التانية، وانما بتنتهي على الناحيتين. بتنتهي على ايه يا هاجر؟ على الناحيتين. المعلومة دي مهمة قوي، هقول لك قيمتها بعد شوية. بس الأول خليني أفكرك إن الأماكن ديت قلنا جزء من البرين، فلما الصوت يوصل لدول حضرتك تبقى سمعته. حضرتك تبقى إيه؟ سمعته. أمال هي الكورتكس لازمتها إيه؟ قال لك الكورتكس لازمتها إنها تعمل برسبشن للساوند. تعمل إيه؟ تستقبله وتدركه. تستقبله ايه؟ تدي لك المعنى يعني. مش مهم ان انت تسمع بس. لا ده انا سامع وفاهم. الحاجة التانية ان ابدا ادي لك السايكيك سنسيشن. ادي لك ايه؟ سايكيك. يعني كتير منكم انا النهارده وانا جاي في راديو يعني للاسف انت بتقعد تذاكر فيسيولوجي كتير او تذاكر اي حاجة في العلم بتلاقي نفسك احيانا بقيت كل حاجه اسمها بتسمع اغنيه تبدا تطبق عليها الهيرنج، وانا جاي بقى مركز في الهيرنج عشان اقوله بقى، فعمال اقول ايه لنفسي، فبدات الاستاذه لطيفه تغني فبدات بتون كده معين، فلقيت نفسي زعلان قوي اوتوماتيك. ليه؟ قال لك علشان الصوت نفسه لما بيبدا يوصل للكورتكس بيدي لك سايكيك سنسيشن معين. لما بدا التون والالات الثانيه تشتغل بدات اشعر بالبهجه. علشان كده احيانا انت وانت حزين وكئيب ومنايل على عينك وتقعد تسمع الاغاني الحزينه تمام، تقعد تسمع الاستاذ محمد محي وحاجات بتاع زمان كئيبه تمام، قررت بقى تفتش وتعنش بتقوم تسمع بقى ايه مهرجانات بقى لما عم الحاج يعدي. ليه؟ لان الايقاع الايقاع بتاع الصوت نفسه ليه اثر على السايكيك ستيت بتاعتك. مين المسؤول؟ مين المسؤول عن السايكيك سنسيشن اللي بيوصل لك لما الساوند يجي؟ طبعا هي الكورتكس. الكورتكس كمان مهمه جدا في اللوكاليزيشن اوف ساوند زي ما هتشوف بعد شويه. والكورتكس كمان هي اللي بتعرفك الباترن اوف ساوند. يعني تقدر تقول لك ان اللي انت سامعه ده موسيقى في تتابع معين، ده تتابع موسيقي، او التتابع ده اي خبط. يعني لما تيجي تسمع واحد لسه بيتعلم العزف تلاقي الدو بعد ري بعد الدو تاني اي كلام كده، فتبص تلاقي ايه يا عم ده؟ هو فين المزيكا؟ مفيش مزيكا. طب اشمعنى نفس النغمات ديت لما تترتب ترتيب معين حضرتك بيبقى عندك احساس ان لا في تتابع معين انت قادر تدركه؟ ده اسمه الباترن اوف ساوند، وده مسؤوليه مين؟ مسؤوليه برضه الاوديتوري كورتكس. خد بالك بقى يا حازم من الوظيفه اللي جايه دي عشان انا قلتها لك امبارح. انا هبدا ابعت افلنت. ابعت ايه؟ الافلنت دوت بيروح فين؟ بيروح الاوتر هيرسلز. بينزل في الاول منين؟ من الكورتكس عشان تركز مع مقطوعه معينه، بس لازم يعدي على دي. اه
اوتر هير سيلز اوتر هير سيلز اوتر ايه دول هير سيلز اوتر ايه دول الاوتر هير سيلز حد فاكر ما احنا قلنا ان الاورجان اوف كولتي طالع منه افلنت ورايح له افلنت والافلنت مين اللي بيدي مين الاوتر هير سيلز وده اللي بيخليك تقدر تتحكم ان انت عايز تسمع اصوات معينه تركز معاها الافلنت دوت بدايته فين يا ايمن بس لازم يعدي على نيوكليس اسمه وليب قبل ما يروح لمين الاوتر تمام البرايمري والسكندري المواد البرايمري والسكندري المواد بس عندهم دلوقتي وظيفه معينه بتاعت السكن بعدي عليه مره ثانيه ايه رقم مرتين لا سبيري وليبري رقم مرتين تروح مرتين يعني مره وانا في السكن ومره في الكليبت سبيري وليبري نيوكليس يعني ما رجع مش في السكند وفي الثيرد بقى ما لو انت قفلت وما لو انت قفلت ليه؟ لا ما هو سكندري كورتكس بس اللي عندك وظائف الكورتكس على بعضها بس هقول لك مين الوظيفه اللي تخص السكندري حال الناس اللي عندها ضمير لو انا سالتهم دلوقتي انا هاجي اضرب برايمري كورتكس على ناحيه بيحصل ايه في الهيدنج ولا حاجه عشان الثانيه شد ايه بقى يبقى الاثنين هيحصل سلايت افكشن لان كده كده كل ودن بتسمع في الاثنين وبالتالي الهيدنج اريا او الاوديتوري ارياز على ناحيه تقدر تخلي حضرتك تسمع بس لو انت ضربت الاثنين بيحصل ايه عايز اسمع مش قادر انا هفقد السمع جزئيا هيحصل ماركت هيرنج لوس طب ليه ما حصلش ديفنس مجموعه ديت هتوصل لها الاشارات تمام طب لو انا بقى اخترت اني اضرب السكندري بس قال لك السكندري هي بتدي لك في الاخر المعنى هي اللي بتدي لك الباترن والبرسبشن يعني دول بيلقطوا وجود الصوت فتبقى حضرتك سامع بس كانك سمعنا كده بنتكلم لوسي بنتكلم ايه لوسي انت لو قعدت جنب الجماعه لوس او لو فتحت القناه لوسي في التلفزيون هقول لك حرام انا ما بتعرفش انت بتبقى سامع كل الناس كده سامع ولا انت سامع انا سامع احيانا لو قال لك قول هما بيقولوا ايه تقول طب انت فاهم حاجه من اللي بيتقال لا مع ان نفس الكلام دوت كنت فاهمه حد فاكر السكندري فيجوال اريا حد فاكر لما قلت لكم ان الصوره بتوصل وتترجم في البرايمري اريا وبعدين نبعتها للسكندري اريا فدي صوره القط انت شايف قط تقوم طالع صوره الصوره دي بتاعت قط يبقى ده قط نفس الكلام لما انا اقول لك ذاكر انا ما بقولكش غير ذاكر وياريتك بتسمع الكلام المهم يعني وقع الكلمة ديت هيوصل للبرايمري كورتكس هتبدأ هي تفصله الراجل دوت بيقول حاجة اسمها ذاكر يبعتها للسكندري كورتكس تقوم السكندري كورتكس تقول لها ايه ذاكر دي معناها ان احنا نبقى نروح نفتح الكتاب ونقعد نقرا اللي هو بيشرحه طب لو السكندري كورتكس مش موجودة خالص هيحصل لك اوديتوري اجنوزيا تبقى سامعني بس مش فاهم انا بقول ايه انا عرفت دلوقتي عرفت ده تشخص الحاله ايوه سالم انا مش سامع يا جماعه سالم بالذات بيسالني اكتر اسئله انا بحبها اوعى يا سمير رايح اقابل السؤال من مكانك بس من بعد ايه لا انا واقفش انت عايز تتكلم يا جماعه لا هتبقى فاهم عشان الصوت بيوصل لدول؟ لا طبعا انت سامع بس انا مسالم انا عارف تواصل وصلني اللي انت بتقوله انا بوصل بس عشان محدش فاهم زيك تمام انت بالكاد سامع يعني لو انت قاعد والكورتكس عندك مضروبه وحد جه يعمل صوت هتلاقي نفسك ممكن تتجه للصوت
لكن الصوت ده عباره عن ايه او تفهم ايه او اي حاجه مفيش. انت ما عندكش القدره على ادراك الصوت، لان الادراك ده مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الكورتكس. مسؤوليه مين؟ البرايمري والسكندري مع بعض، بس اللي بيدي لك المعنى المفصل هو مين؟ السكندري اوديتوري. انا اقصد بيكروس مش بيكروس يا سالم، ان بعض الفايبرز بتعدي كده وفي كولاترال ثانيه بتعدي الناحيه الثانيه. هو بيعدي وبيسيب كولاترال يكمل. يعني النيورونز نفسها وهي معديه. لان في يعني انا كنت بقرا كتاب فقال لك ان هو العصب نفسه بيعدي واللي بيكمل في نفس الناحيه هو كولاترالز، وبالتالي الاعصاب فعليا بتنتهي في الاوبوزيت سايد. ايوه بالظبط. اخلص اخلص خالص. انا كنت خدت قرار من اول الترم مش عارف رجعت فيه ليه. ها ايه؟ ايه فايدتين؟ البرايمري هي المكان الاول المسؤول عن تفصيلات الصوت، تمام؟ يعني انا صوتي بالنسبه للترابيزويد اريا هو حاجه عامله دوشه، تمام؟ بتبداي حضرتك تفصليه الى حروف وكلمات والات موسيقيه في البرايمري. يبدا الحروف والكلمات والالات الموسيقيه دي تترجم الى معنى كامل في السكند، تمام؟ المعاني. طب اول اسمع ايه هي المعاني؟ ايه هي الفانكشنز؟ الكورتكس بتعمل اربع حاجات. واحد واحد ايه؟ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة تبع افرنت برسبشن الإدراك سايكيك سنسيشن بتديك الإحساس النفسي بالصوت دوت لوكاليزيشن تحديد المكان باترن أوف ساوند يعني تقدر تحدد هل في تتابع مظبوط ولا مفيش تتابع مظبوط. طب شوف اللي أنا ضربت البرايمري السكندري طبعا ايوه بس انت هنا مش هتقول لي انا سامع بس مش فاهم، انت هتقول لي انا مش سامع اصلا، تمام؟ يعني يا دوبك سامع صوت بس انت مش عارف الصوت ده بقى كلام ولا غنى ولا موسيقى. في صوت؟ في صوت. بص كده معايا، في صوت ولا مفيش؟ في صوت. بالكاد انا سامع، تمام؟ بس سامع وهو صوت. الصوت ده عباره عن كلام، لا ده موسيقى، لا ده كلاكسات، لا ده دوشه ناس. الكلام ده معناه ايه؟ الموسيقى دي اغنية ايه؟ هنا فاهم التتابع؟ الصوت وخلاص؟ نوع الصوت وادراكك المبدئي للصوت تبدأ تفهم الاصوات من بعض، لكن تقدر تحدد معنى الصوت ده بقى السكن زي كده. ليه؟ طبعا ما انت مش عليك وقت تفاصيل الكلام ده، انت كل المسؤول اللي المطلوب منك انك تبقى عارف ان دي من الاماكن اللي بتستقبل الصوت وهي نفسها بتدرك وجود الصوت. بدليل ايه؟ بدليل انا بقول لك انا لو كسرت الكورتكس خالص هتبقى سامع برضه. المفروض اكون سامع حاجات هفهمها. ايه؟ المفروض اكون سامع حاجات هفهمها وحاجات هفهمها. لا ما ازاي؟ لو انت انتهيت هنا بس يا مصطفى هتسمع ده، تمام؟ لكن انت الجزء اللي المفروض يقول لك ان في صوت ده بيترجم بعد كده. ازاي البرين يقول لك ان في دوشه؟ كل دول متصلين ببعض في الاخر. ها؟ الباترن اوف ساوند زي ما قلت لك التتابع الموسيقي، يعني تتابع النغمات ده بيؤدي في حد ذاته الى ان حضرتك تفهم ان ده تتابع موسيقى او ضوضاء، تتابع منطقي منتظم او ضوضاء. يعني ايه الفرق بين ان انا بكلمك كده وانا اقول لك ده ليه باترن وده مالوش باترن؟ لو وصلت لفين؟ لو وصلت للبرايمري لو عملت ديستراكشن للبرايمري على ناحيتين هيحصل ماركت هيرنج لوس، يعني هتبقى مش سامع الا حاجات بسيطه بس بالكاد سامعها. بس سامع لا ما تقدرش حد عنها حاجه بالكاد سامع. طبعا جوه البرين نفسه في كونكشنز فدول هيقولوا ان في صوت. لو السكندري كورتكس موجوده سكندري كورتكس كلهم احنا فاهمين الصوت ده ايه، تمام؟ لكن لو السكندري كورتكس مش موجوده يبقى انت بالكاد سامع ان في صوت وخلاص.
تقدر تفصل اكتر من كده يا بابا بلاش اه ركز اه كلكم هم يعني ايوه اشوفك اليوم يا جدعان انا بضحك احمد بيقول ايه بيقول لي انا عندي الفيجوال كورتكس مضروبه مش سامعك اصل مش سامع انت بتقول ايه كسر الايام سجلت كمان كل ما مش بقى يا ابني انت لو معاك شيء انت ماشي وراك ازيك على مين دلوقتي اقعد يا عم السؤال عبارة عن ايه؟ السؤال عبارة عن كلمة Auditory Coding Auditory ايه؟ ده اهم سؤال على الاطلاق في الهيد الناس اللي عندها ضمير اول ما شافوا كلمة Coding في احمد اول ما شافوا كلمة Coding افتكروا على طول كلمة Sensory Coding وكان معنى كلمة sensory coding في sensory كان معنى كلمة sensory coding ability of the CNS to determine modality locality intensity of the stimulus تاني ايه هو sensory coding ability of the CNS to determine modality واضح ان انت كان هتقف غير احتراما علشان انت ما بتقولش ايه هو sensory coding ability of the CNS to determine modality, locality, and intensity of the stimulus. طب انا لما اجي اقول لك انا عايز اكلمك عن الاوديتوري كودينج تقول لي على فكره دكتور انت غالبا هتقول نفس الكلام هو الابيليتي اوف ذا سي ان اس تو ديترماين بس بخصوص الساوند الموداليتي واللوكاليتي والانتنسيتي بس فضل هيقول لي موداليتي ايه ما انا عارف الموداليتي ما هو ساوند اقول له لا انه ساوند يعني الفريكوانسي والباترن احدد مين الفريكوانسي والباترن يبقى لما نيجي نتكلم عن الاوديتوري كودينج احنا بنتكلم على اربع حاجات مش ثلاثه مين الاربع حاجات اثنين هم وماهم اللي هم اللوكاليتي والانتنسيتي لكن الموداليتي فكناها بحاجتين الحاجه الاولانيه هي الفريكوانسي والحاجه الثانيه هي الباتر لو حضرتك حددت الاربع حاجات دول ففي الاغلب حضرتك قدرت تفهم الصوت دوت عباره عن ايه اقعد وركز قوي معلش يا صمد انا عارف ان احنا بنعذبك تاكسي واقف وتاكسي يعني. معلش بعض الناس بشوف عينيهم واقفين يشهدوا مشاعر غريبة خليط من الكراهية مع الحنق مع الغضب اللي هو الانتقام مع الدهشة انا اللي مصباني على الغلب ده يا رب كده يعني معلش يمكن ضميرك في يوم الايام يصحى وتعرف انا كنت بعمل بعذبك كده ليه يمكن هي دي الاربع حاجات اللي انا عايز اعرفها والحقيقة ان في واحد منهم انا مش هعلق عليه هو مين يا فرح
تقولي يا دكتور اكيد الباتن، لان انت لسه حالا قايل لنا ان الباتن اوف ساوند هو مسؤوليه مين؟ الاوديتوري كورتكس. فانا مش هضيف جديد بقى خالص. ايه اللي هضيفه لك يعني يا فندم؟ الكورتكس هي اللي بتقدر تحدد لك الباترن اوف ساوند المختلفه. ده كلام، ده موسيقى، الموسيقى دي متتابعه بطريقه معينه، دي اغنيه فات الميعاد، لا دي اغنيه علمني حبك سيدتي، لا ده مهرجان عم الحاج، اي حاجه يعني. فوفقا لهذا الباترن حضرتك بتقدر تفهم الاصوات المختلفه. تعال بقى للثلاثه التانيين. ازاي انا بقدر احدد الفريكوانسي؟ ازاي حضرتك عارف ان ده صوتي انا؟ مش صوت احمد، مش صوت فدوى، مش صوت باباك، مش صوت اخوك الصغير. بتقدر تحدد كل صوت من دول من خلال الفريكوانسي بتاعته. كويس، انا اعرف الفريكوانسي ازاي. خليني افكرك تاني ان اصلا الكوكليا عباره عن انبوب. الانبوبه ديت في البيز بتاعها متصله بمين؟ متصله بالميدل اير. ادي الاوفر ويندو وادي الراوند ويندو، وتحت هنا كان عندنا بازلر ميمبرين. لما قربنا اكتر يا مان من البازلر ميمبرين اتفاجئنا ان البازلر ميمبرين ده عباره عن مجموعه من الفايبرز. عباره عن مجموعه من ايه؟ الفايبرز. الفايبرز اللي بتبقى في الاول يعني في البيز يعني ناحيه الميدل اير في الحته دي بتبقى فايبرز قصيره كده وتخينه، وكل ما حضرتك تمشي ناحيه الايبكس تبص تلاقي ان الفايبرز بقت اطول واربع. الفايبرز بيحصل فيها ايه؟ اطول واربع. الناس اللي كان ليهم في الموسيقى زمان المنظر ده بيحيي جواهم ذكريات الاكسليفون. الذكريات دي يا عيني على الحنين يعني. كل ما يعني خلاص كلكم كنتوا موسيقيين، كلكم كنتوا الاستاذ عمر خيرت خلاص يعني. احنا اسفين معلش والله. كل الناس انا اللي جابني هنا يا رب، دي الحاجه الوحيده اللي شفت في عينيك سعاده ان انت افتكرت التليفون. معلش المهم بقى، الساوند ويف لما بتخش بتبدا تاثر يا احمد. اقف انتوا الثلاثه دي حرام والله، حرام عليك. اقف يلا يا احمد يا اسوء. اقفوا يلا نورو هاي. هذا تاني عايز يقف؟ شايف ناس كل شويه تقف. اقف يا عم في نص الكلام، لازم مش كل معاك. خد بالك انا عايز اشرح على حسب الفريكونسي بقى بيبدا جزء معين من البازلر ميمبرين يتاثر اكتر. يعني ايه يا استاذ؟ قال لك يعني الهاي فريكونسي ساوند بتبدا تخبط البازلر ميمبرين ده بقوه. فتعمل ايه؟ تقوم محلقه لك الجزء ده. فالهير سيلز اللي فوق الحته دي هم اللي اشتغلوا. ده لو مين؟ لو هاي فريكونسي. تاني دكتور. تمام؟ الساوند ويف على حسب الفريكونسز بتاعتها. لو الفريكونسز بتاعتها يعني المعدلات بتاعتها هاي اللي هي الاصوات الحاده اللي انت بتسمعها، الاصوات الحاده ديت اول ما تخش تقدر تاثر في الشورت ستيف فايبرز دي. فالشورت ستيف فايبرز يتحركوا. على فكره عبد الرحمن، هما طالما اتحركوا يبقى الموجه الصوتيه مش هتكمل كده اصلا. ان الموجه الصوتيه اصلا عباره عن طاقه. عباره عن ايه؟ طاقة. فالطاقة ديت لما تهز ده خلاص كده الطاقة خلصت. طب كويس. طب لو الساوند فريكونسي لو تيجي تأثر في ده ما تعرفش فتمشي، تأثر في ده ما تعرفش، تأثر في ده ما تعرفش، تقوم تأثر في ده. فأنا
جزء من البذره من بين اللي اتحرك ايبكس الجزء اللي في الاخر خالص اللي عند الايبكس لو فريكوانسي فعشان ما تنساش عمرو اللونج فايبرز اللي في الايبكس هي اللي بتتاثر باللو فريكوانسي ساوند يبقى احمد يا رزق انا لما يبقى صوتي تخين كده ده بيأثر في انهي حته في الكوكليا بتاعتك فوق خالص الايبكس عندها نانو فايبرز اللونج لما يبقى صوتي رفيع كده يمكن تفتكر بحاول صوت رفيع اللي هي الهاي فريكوانسي بتأثر تحت خالص عند مين؟ عندي إذن عادي أنا نشك في أيوة قبل عادي أنا نشك في أيوة قبل لا إذن إذن أنت بتقدر تحدد الفريكوانسي من خلال البليس من خلال المكان عشان كده اللي أنا حكيت عليه ده اسمه إيه؟ بليز برينسيبل اسمه ايه؟ بليز برينسيبل الكلام ده بتاع البذره الممبرين كان مكتوب عندك امبارح بس انا ما قلتهولكش ان مكانه هقول لك انا بس سالم قعدته المعتاد عايز يقول على فكره انت بتقولوا اي كلام ليه يا عم سالم؟ بالظبط كده؟ ليه يا عم سالم؟ سالم يرد عليا يقول ايه؟ يا دكتور ولنفترض ان كلامك صح ولنفترض الهاي فريكونسي اثرت في دول واللو فريكونسي اثرت في دول ما هو في الاخر كلهم هيروحوا يمشوا في مين؟ في الكوكليا صح؟ كل الفايبرز دي هتخش تجمع في مين؟ في الكوكليا هو بقى يبقى يعرف منين البرين يعني ان دوت هاي فريكونسي ولا لو فريكونسي فالعلماء سمعوا سؤال سالم او مراجعين تاني فبصوا لقوا حاجه غريبه قوي لقوا ان الفايبرز طول ما هي ماشيه في العصب بتحافظ على ترتيبها بتحافظ على ايه؟ ترتيبها على الترتيب يفضلوا ماشيين ان اللي جايين من الهاي فريكونسي الناحيه دي واللي جايين من اللو فريكونسي الناحيه دي فيخشوا على النيوكليوس لو الجزء دوت من النيوكليوس هو اللي اتأثر يبعت اشارات للبرين يقول له احنا سامعين هاي فريكونسي ساوند طب لو الجزء ده يبعت يقول له احنا سامعين فالبرين يعرف ان دوت لو فريكونسي ساوند حفاظ الكوكليار نيرف على ترتيبه اسمه التونوتوبيك اورجانيزيشن اسمه ايه؟ التونوتوبيك اورجانيزيشن حضرتك يعني من هواه الترجمه تونو يعني تونز توبيك يعني وفقا لمكانها اورجانيزيشن يعني تنظيم يعني الكوكليار نيرف منظم الفايبرز بتاعته وفقا لمكانها تبعا للتون يا شادو انا هنا الفسيولوجي ده حاجه اهو احنا كل دوت بنشرح اول نوع من انواع الكودينج بنحدد ايه يا حضرات بنحدد الفريكوانسي طلعنا بنحدد الفريكوانسي ازاي يا عبير تقولي لي بحاجتين يا دكتور الحاجه الاولانيه اسمها ايه والحاجه الثانيه اسمها تونوتوبيك اورجانيزيشن حاجه ثانيه ايه واضح ان الاثنين لازم يبقوا موجودين مع بعض والا حضرتك مش هتقدر تحدد الفريكوانسي احدد اللوكاليتي اللي يهمك في الموضوع الطاقه الطاقه الصوتيه طاقه بسيطه جدا هي هتحرك الفلويد بتاعك بتاع البرينام هتحرك الاندوليم يوم يهز البذره من بين هزه واحده خلاص الحته دي بس هي اللي تهز لو جيت تتحركي بعد الطاقه نفسها بتتحرك بعد كده لتحت البرينام تزوق الاندوليم يبقى مش هتقدر تاثر بيها تمام؟ الطاقة الصوتية مش قوية أول لدرجة إن أنت لما تهز الحتة دي كله يتهز كده، لا الحتة دي بس بتتهز يوم الفلويد اللي تحتها يتهز وخلاص على فكرة. يعني بتمتصي الفكرة إيه؟ بتمتصي الفكرة غالبا بتعديها بتعديها للجزء اللي تحت اللي سكرت المراحل. تمام؟ أحدد اللوكاليتي إزاي؟ قال لك إحنا بنحدد اللوكاليتي يا محمد يا أسامة بفرقين مهمين جدا. تو ديفرنسز اسمع وافهم واحد اسمه الفيز ديفرنس والتاني اسمه الانتنسيتي ديفرنس يعني
لو انا انا دلوقتي وانا بكلمكم حتى لو انتم مغمضين عينيكم هتعرفوا ان انا واقف على الناحيه اليمين منك. بتعرف ده ازاي؟ قال لك علشان صوتي هيوصل لودن حضرتك اليمين اجزاء من الثانيه اسرع من ودنك الشمال. فيز ديفرنس فرق في التوقيت ملي سكند. بس البرين يا مصطفى يقدر يستخدمه. كمان صوتي هيبقى اعلى في الشده بتاعته very few segments زي بسيطه جدا في الناحيه اليمين من الناحيه الشمال intensity difference. اسمع تاني حضرتك بتقدر تحدد مكان الستيمولس يمين ولا شمال على اساس ايه؟ حضرتك تقول لي على اساس فرقين الصوت هيوصل للودن الاقرب اسرع phase difference واشد intensity difference. صح هتقول لي دي فلو بسيطه قوي اقول لها اه بس البرين بيحسبها ويقدر يحدد انا على يمينك ولا على شمالك. بس هتقول طب ماشي انا هعدي لك ان احنا نقدر نعرف اليمين من الشمال. طب احنا بنعرف قدام من ورا بقى ازاي؟ اقول لك الانسان بيعتمد على الاذن. بيعتمد على ايه؟ صوان الاذن. الايد بينا شكلها بيساعد في تحديد مكان الساوند فريكوانسي قدامك ولا وراك. تاني انا بشرح حاجه مهمه قوي. وفقا للشكل دوت حضرتك بتدرك ان تجميعه الصوت ديت بتبقى جايه من قدام تمام؟ فبتتنقلك بقوه اعلى كويس. انما لو الصوت دوت جاي من وراك فالشكل بتاع الاذن بيجمع الصوت بشكل اقل فيبقى انت عارف ان الصوت دوت جاي من وراك. اتاني احنا بنشرح حاجه اسمها ايه؟ بنشرح حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ ما هو الاوديتري كودينج؟ ability of the CNS to determine اربع حاجات. واحد اثنين ثلاثه اربعه. تاني الاوديتري كودينج قدره السي ان اس انه يعرف اربع حاجات عن كل صوت. واحد اثنين 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 ثلاثه اربعه. بتعرف الفريكونسي بحاجتين. واحد واحد ايه؟ اثنين تونوتوبيك اورجانيزيشن. واحد ايه؟ واحد اثنين اثنين ايه؟ بليس. ده بليس في ايه بالظبط؟ بليس برنسبل ده يعني مكان. مكان ايه؟ ايوه انت ايوه حد قال لك ايه البليس برنسبل؟ ايه البليس برنسبل؟ ها؟ انه مكان في البازل الممبرين اللي اتاثر بالساوند فريكونسي دي. طب ايه هو التونوتوبيك اورجانيزيشن يا سالم؟ بتفضل تأثر بنفس طب بتقدر تحدد الانتنسي ازاي؟ باستخدام ثلاث حاجات. فرقين. الفرق الاولاني في مين؟ فيز. فرق في ايه؟ انا اسف لوكاليتي. الفرق الاولاني في ايه؟ السامع. فيز اللي هو السرعه يعني مين اللي سامع الاول. الفرق الثاني في مين؟ في الانتنسي مين اللي سامع اقوى. الحاجه الثالثه بمساعده مين؟ الاير بان. طيب الانتنسي بقى حاجة أخيرة اتفضلي قول يا بني. دلوقتي أنا مش عارف إن الصوت بيتجمع أقل عشان هو ورايا ليه ما كنتش بيتجمع عشان هو واطي. بص هي للأمانة يعني أنا دخلت أدور على البوينت دي عشان عارف إن أنت هتسألني السؤال ده. يعني أنت يا سالم أكيد واحد فيكم أنتوا الاثنين يعني. فالبوينت في الموضوع دوت لسه لغاية دلوقتي مش واضحة. يعني هو حتى شارح لكم يقول لك إن الإيد بينا وبتوجه الصوت وبتجمعه لكن في الآخر أنت لما تيجي تبص تلاقي إن هو نفسه مش قادر يوصل لك. هو في الآخر بالنسبة للكوكري الساوند يا داخل يا ما دخلش تمام. هو مش هيقدر يحدد وقت الايد بينا تمام. انا عايز اقول لك ان فكره الايد بينا دي مجرد نظريه. يعني ده النظريه اللي قدامنا ان احنا نقدر نحدد بيها قدام من ورا من خلف.
تمام؟ هو فيري اكيرسي اكتر من كده ما حدش يقدر يقول ايه اكيرسي في الكورتكس بقى ايه؟ اكيرسي طبعا بص الكورتكس هي المسؤول الرئيسي عن تحديد المكان من خلال الفيزوال انتنسيتي تمام؟ لما هي المشكله ده يعرفك يمين او شمال ده يمين بعيد او يمين قريب انما يحدد لك قدام او ورا ازاي يعني دي المشكله اللي هم لغايه دلوقتي ما تقدرش تلاقي كلام واضح عليه هم قالوا ان النظريه قايمه على وجود الايد تستخدم هتستخدم الفيز في ان انت تعرف قريب او بعيد بس كمان هيبقى الانتنسيتي اهم تمام ما هو ممكن يبقى قريب قدامك او بعيد قدامك طيب يعني انت بص فيز ديفرنس يعني ايه نوز يعني انت طول ما انت على يميني طول ما انت على يميني كده صوتك هيوصل ودني اليمين قبل ودني الشمال صح لما انت لو واقف هنا بالنسبه لي صوتك هيوصل في الودنين في نفس اللحظه وبنفس الشده طب انت لو واقف على بعد 3 متر هنا او على بعد 3 متر قريب يبقى الصوت هيوصل في نفس اللحظه وبنفس الشده كده كده في ناحيتين انا عرفت منين انت قدامي ولا قريب هم بيقولوا الايد بيننا شكلها بيساعد ده كلام تحس ان هو مش مقنع قوي بالنسبه للناس بقى اللي ما بيسمعوش ودن واحده من الاثنين انا الكلام بقى في القصه دي بعدين ما بيسمعش طبعا الموضوع بيتاثر عنده جدا طبعا قدرته في حد اللوكاليتي بتقل بس خد بالك ان في فرق ما بين بارشال ديفنس يعني ما بيسمعش خالص وكمبليت ديفنس يعني هو لو فقد الديفنس تماما يعني لو فقد ودن خالص ما بيسمعش بقى خالص شغال بودن واحده طبعا تحديد اماكن بالنسبه له مش صعب جدا مش عارف يمين ولا شمال ولا كل واحد في الاخر اصوات رايحه لودنين تعال نتكلم بقى عن الانتنسيتي هو احنا كنا بنحدد الانتنسيتي بتاعت اي ستيميولس ازاي حد فاكر نمبر اوف ريسبتورز وكان في الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز هو مش الساوند يا هاجر عباره عن ستيميولس يبقى اكيد انا بحدد شده الصوت بنفس الطريقه واحد الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز طبعا صح رقم اثنين نمبر اوف ريسبتورز نمبر سيبتوز اما هو سيبتو واحد مين هو؟ الأورجان في كورتي بس الأورجان في كورتي دوت عبارة عن بازل الممبرين طويل يعني ايه يا جيل؟ قالك يعني لو الصوت أثر في الحتة دي بس يبقى في الأغلب الصوت دوت صوت ضعيف طب لو أثر في حتة أكبر شوية يبقى الصوت دوت صوت أقوى يعني البورشن of the بازل الممبرين vibrating قبل ما باهي يعترض هرد عليه بس اكتب بس بورشن اوف ذا بازل الممبرين يعني ايه؟ يعني كل ما الصوت يا فضل يبقى اقوى كل ما ياثر في البازل الممبرين في مساحه اكبر تقول يا الله طب ما ده يخليني ما اقدرش احدد الفريكونسي بدقه ايوه طبعا صح كتير جدا لو انت بتسمع صوت واحد عالي قوي ومش عارف مين ده تقول له طب وطي بس الصوت شويه كده اما نعرف مين المقصود ده لو انت بتسمع موسيقى او حاجه بصوت عالي جدا احيانا يحصل لك تداخل ما انتش قادر تفهم هو مين فيهم لو الاثنين اصواتهم قريبه انما لو واحد صوته هنا والتاني صوته هنا ما كده كده ما فيش تداخل يعني بتسمع مثلا عبد المطلب عارفين عبد المطلب جيل ده ما يوعاش الكلام ده ساكن في حي السيد المطلب كان مشهور جدا كان صوته اصلا فظيع لكن في حي كان صوته تخين جدا تسمع عبد المطلب من الناحيه دي وبتسمع مثلا محمد محي من الناحيه دي اكيد مهما علينا في الاصوات هيفضلوا الاثنين قريبين من بعض لكن تعالوا لصوتين زي عمرو دياب ورامي صبري مثلا صوتين قريبين فنتخيل ان الاثنين هنا لو الاصوات ديت بتوصل لك بدرجه معقوله هتقدر بدقه تحدد والله ده صوت عمرو دياب اصل اثر في الحته دي انما ده صوت رامي صبري اثر في الحته دي لكن لو الصوت بقى عالي هتبص تلاقي ان الاثنين ممكن يشتغلوا مش هتقدر ساعتها تعرف هو مين بالظبط بس عالي ده يا محمد يا اسامه عشان ياثر في منطقه اكبر لازم يبقى عالي قوي بتقول له ايه طب وطي كده سنه انا هسمع واقول لك مين اللي بيجي فاهمين الفكره بتاعت البوشن يا فندم انرجي عالي وبعد كمل طبعا طبعا انرجي اقوى فمش بس بتخبط هنا وتكمل حته صغيره كمان بعد اخر حاجه حد فاكر نوع من الهيرسلز كان اسمه اوتر
احنا قلنا ساعتها ان مين المسؤول الرئيسي عن الايرور، لكن طالما ان الرئيسي يبقى الاوتر هي كمان بتشارك. الحقيقه ان لو البرين لقى ان الاوتر هير سيلز بتبعت له، فده معناه ان الصوت فعلا طبعا. المسؤول عن انه يلقط الاصوات في اي رينج من الواطي لحد المرتفع بنسبه طبيعيه مين؟ الانر هير سيلز، هم دول المسؤولين عن الاحساس بالصوت. لكن في شويه افرنت جايين من الاوتر، بمعنى كده ان الاوتر هي كمان ممكن تحس الصوت، بس انا صوت بقى الفيري لاوت لما تبقى الانتنسيتي عاليه. فالبرين لو لقى ان الاوتر هير سيلز هي كمان بتبعت له اشارات، بيدرك ان مش بس الصوت ده عالي، الصوت ده عالي قوي. يبقى ببساطه الاوديتوري كودنج اللي هو سؤال في منتهى الاهميه عباره عن ايه؟ الاوديتوري كودنج عباره عن ايه؟ ability of CNS to determine frequency تاني. انا رايي تقول انت وانا والله لو انت ليك رأي تاني حاضر، لا ماليش رأي، بس رأي نقول انت ايه هو الاوديتوري كودينج؟ بس بتحدد الفريكوانسي ازاي؟ واحد اثنين واحد اثنين الاثنين دول بيحددوا لك مين؟ امال الانتنسيتي تحددها ازاي؟ الانتنسيتي تحددها فريكوانسي الانتنسيتي واحد اثنين ثلاثه امال اللوكاليتي بتحددها ازاي؟ من خلال تو ديفرنسز، الديفرنس الاولاني فيه والديفرنس الثاني فيه والحاجه الثالثه بمساعده غير بينا. بنحدد الباترن ازاي؟ من خلال انا لو مكانك، فانا هيوصلني في الاخر معلومه واحده، ان الهيرنج ده كلام فارغ، وان الناس ودي سنه غريبه دايما تفاجئ بيها في اخر السنه، ان بعض الناس تاخد قرار عجيب ان هو خلاص هضحي بالهيرنج. ليه يا ليه يا حبيبي؟ الهيرنج كله على بعضه اصلا بتاع 7 صفحات، يعني لما تقرا من اي ورق يعني، ومن الاخر كده اللي بتحفظ فيهم 3-4 صفحات. هيرنج ايه اللي بتضحى بيه ده؟ انا مش عارف. وهيرنج ايه اللي انت هتستنى اخر السنه اصلا عشان تقرر هتذاكره ولا مش هتذاكره؟ ما تذاكره يعني. انا كل اللي صححته النهارده ده 1.5 صفحة. ان شاء الله بدايه من الاسبوع الجاي هنعود قواعدنا سالمين للاندوكراين، وهتفضل هتبدا الحصص ان شاء الله، هتبدا الحصص ان شاء الله من الحد او 3 او 4 من الساعه 10 بالظبط، لان انا مش عايز ازود لك حصص كتير. 10 يعني انا هحاول ابدا 10 وعشان اخلصك 12 ل 10 12 ل 10، بس اخلص كميات معينه، لان انا في دماغي ان في خلال 6 حصص او 7 حصص ماكسيمم هيبقى الاندوكراين خلصان، عشان زي ما اتفقنا 17 12 هو الديد لاين بتاعك. هو تيست والسبيل اكيد مش جاي؟ ايه؟ تيست والسبيل اكيد مش جاي؟ التيست والسبيل بتعمل بتشرح لك في التكريات وبعدين نلغيهم على طول. لا ايه؟ ما عدا البنكرياس. الاندوكراين ما عدا البنكرياس. لا انا بدات 50 سنة. الامتحان بتاعك الامتحان بتاعنا هنا هيتحول اي جي اسلام علشان اسلام حبيبي وعشان الحجج الواهيه، الامتحان هيبقى في اخر حصه خالص، هيبقى اند كورس، هيبقى كل حاجه الامتحان.